أسرة اللغة العربية بمدارس استعلام الخاصة للغات بتتمنى لطلابها كلها مزيد من التفوق والتميز. النهاردة احنا معادنا مع درس من دروس النحو العربي. الدرس اللي هنتكلم عليه النهاردة هو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس إحدى الحروف الناسخة التي تعمل عمل إن وأخواتها. معنى كلمة تعمل عمل إن وأخواتها يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وحروف ناسخة يعني بتغير حكم الجملة الإسمية. طيب، مثال على لا النافية للجنس، كلنا عارفين كلمة لا ريب لما جه في كتاب الله العزيز قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. القاعدة بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول تعمل لا النافية للجنس عمل إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر بمجموعة من الشروط. يعني ما ينفعش لا النافية للجنس ترفع المبتدأ تنصب المبتدأ وترفع الخبر إلا إذا كان في شروط متحققة في الاسم اللي جاي بعدها هو والخبر. في بعض الكتب قالت إن اسمها وخبرها نكرة، وفي كتب تانية قالت اسمها يكون نكر. إحنا هنكتفي بالشرط الأولاني، اسمها يكون نكر، ما يبقاش في فاصل ما بين لا واسمها، يعني لا جاي بعد منها الاسم على طول. ما كمان لا ما يخش عليها اي حرف من حروف الجر، ما يدخلش عليها حرف من حروف الجر، ما تنفعش خالص. عايزين مثال لا النافية للجنس. طيب، تعمل عمل ان لا باب رحمة مغلق. لا باب رحمة مغلق، هتبقى لا النافية للجنس هنا بتعمل عمل ان، باب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مغلق خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة. حد هيسألني ويقول لي طب ما كلمة رحمة دي تعرب ايه؟ كلمة رحمة هنا بتعرب مضاف اليه مجرور بالكسر. مثال تاني، لا منافقا للناس محبوب، برضو نفس الكلام، لا نافية تعمل عمل ان، بعد كده منافقا منصوب اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة، طبعا للناس هنا جر ومجرور، محبوب برضو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، أكتر كلمات بنستخدمها في حياتنا كلمة لا شك ولا ريب ولا بد ولا مفر. كلمة لا شك دي على طول اسم لا النافية للجنس. مالها يا عم الحاج بقى؟ اسم لا النافية للجنس هنا مبني على الفتح في محل نصب. هنا في سؤال هيقول لي طب احنا قلنا اللي فوق منصوبة واللي تحت مبنية على الفتح في محل نصب، إيه السبب؟ طالما اللي تحت جاية مفردة يعني مش جاية مضافة ولا شبيه بالمضاف، وهنا بنرجع بدماغنا تاني لتالتة إعدادي لما كنا بنقول إيه المنادى مضاف وشبيه بالمضاف ومفرد، بيبقى اسم لا هنا مبني على الفتح في محل نصب. أما كلمة بلا شك فده جر ومجرور لأن لا هنا فقدت الشرط بتاعها فهي غير عاملة. دلوقتي إحنا هنسأل مستر شوقي نقول له مستر شوقي لنفترض ان لا النافية للجنس افترض يعني فقدت شرط من شروطها، ايه اللي هيحصل فيها؟ لو فقدت لا النافية للجنس شرط من شروطها الثلاثة بيعرب ما بعدها على حسب موقعه في الجملة، وبتعتبر هنا لا النافية ملغاة لا عمل لها. على سبيل المثال، لا الزوج في البيت ولا الزوجة. هنا الأستاذ الفاضل أستاذ هاني من شوية بيقول إن من شروط لا النافية للجنس أن يكون الاسم نكرة. تعالوا نبص مع بعض. آدي لا نافية، جه بعدها الاسم الزوج، هنا أصبح معرف بالألف واللام، فهنا فقط شرط من الشروط الثلاثة اللي هو ما جاش نكرة، جه معرفة. هنا هيعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. القاعدة بتقول برضو إذا جاء اسم لا معرفة وجب التكرار، لازم إن أنا أكررها، لا الزوج في البيت ولا الزوجة. طيب، قلنا لا حرف ملغى لا محل له من الإعراب، الزوج مبتدأ، الواو حرف عطف، لا برضو ملغاه والزوجة معطوفة. ليه؟ لأن من شروط لا النافية للجنس أن يكون الاسم نكرة، أما إذا جاء معرفة وجب أن يقرر. المثال اللي بعده، لا في البيت رجل ولا امرأة، أيضا هنا فقدت الشرط.
استاذ هاني من شويه بيقول لابد ان يكون اسمها نكره. تاني شرط الا يفصل ما بين لا واسمها. هنا في فاصل، ادي لا جاي بعدها شبه جمله وجاي بعدها الاسم النكره اللي هي كلمه رجل. اذا هنا فاصل ما بين لا واسمها اللي هو شبه جمله. فطبعا كلمه في البيت هيبقى شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، والرجل هنا هيبقى مبتدا، ولا امراه هيبقى نفس اعراب الجمله السابقه اللي هي كلمه لا الزوجه. يبقى هنا فقط شرط الاولاني ان هو معرفه، جه معرفه يعني، فقد الشرط الثاني ان في فاصل ما بين لا النافيه للجنس واسمها. يتبقى لنا الشرط الثالث اللي كان المستر هاني بيتكلم عليه من شويه اللي هو دخل عليها حرف الجر. معروف ان حرف الجر اذا دخل على لا النافيه للجنس اهمل، ويعرب ما بعده جر مبرور، بمعنى الصبر بلا ريب يحقق الامن. هنا لا زائدة للنفي لا محل لها من الإعراب، ري اسم مجرور بعد الباء وعلامة جر والكسرة المقدرة الظاهرة. يبقى تاني هنا علشان دخل حرف الجر ألغي عملها، فهنا ما بعدها هيعرب اسم مجرور بعد الباء وعلامة جر والكسرة الظاهرة. لأن فيها للجنس لها حالات، حالات لأن فيها للجنس. أول حاجة أن يكون اسم لا مضاف. أعرفه إزاي؟ أنا هنا لو قلنا على سبيل المثال، هنشوف مثال معانا دلوقتي، لا شاهد ظهور مرضي عنه. هنا لو أنتوا خدتوا بالكم لا شاهد ظهور مرضي عنه، هنا اسم لا النافية للجنس شاهد. طب لاحظوا معايا، أنا هقول لكم على حاجة كده، اسم لا النافية للجنس اللي هو المضاف هتلاقي الاسم مكون من كلمتين. تاني اسم لا النافية للجنس اللي هو المضاف هتلاقيه مكون من كلمتين، اللي هو اسم لا وجاي وراها المضاف اليه اهي، لا شاهد زور مرضي عنه. اسم لا شاهد جاي وراه مضاف اليه، يبقى ده اسمه اسم لا المضاف. هنا بيعرب بعلامات ظاهره زي ما انتم شايفين، اسم لا منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره. من الممكن أن يكون منصوب بالفتحة، ومن الممكن أن يكون منصوب بالياء، ومن الممكن أيضا أن يكون منصوب بالقصرة. مستر باسم يتكلم على النوع الثاني من حالات اسم لا. النوع الثاني اسم لا شبيه بالمضاف. احنا خدنا قبل كده يا شباب ان الشبيه بالمضاف غالبا بيكون مشتق عامل، اسم فاعل، اسم مفعول، او صيغه مبالغه. وده انا اقدر اعرف ان هو مشتق عامل من خلال المشتقات اللي انت درستها قبل كده في الصف الاول الثانوي. بعد اسم لا مباشره بيكون بعديه جر ومجرور او ظرف او اسم في تنوين. أو المثال لا ساعيا في الخير مكروه، هنلاقي إن اسم لا ساعيا جاي بعديه شبه جملة في الخير، وبعد كده جاي الخبر اللي هي كلمة مكروه. إذا ده اسم لا كده شبيه بالمضاف، واسم لا لو كان شبيه بالمضاف بيكون اسم لا منصوب، يعني حكمه النصب. لا نافية للجنس حرف مبني لا محل له من الإعراب، ساعيا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقلنا جاي بعد الاسم جر ومجرور او تنوين او حتى اسم في ضمير اللي هو معمول المشتق، وبعد كده بيجي الخبر كلمه مكروه، وده خبر لا مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره. اسم لا المفرد، وده الاسم بيجي مباشره وبعديه الخبر، والمقصود بالمفرد يعني ليس مضاف او شبيه بالمضاف. الاسم يجي بعديه الخبر على طول، زي المثال التالي لا كريم يضام. كريم الاسم، تحققت فيها الثلاث شروط السابقة، جاي بعدها الخبر مباشرة، يبقى ده اسم لا مبني على الفتح، لأن حكم اسم لا لو مفرد يبنى على ما ينصب به، بيتنصب بالفتحة مبني على الفتح، بيتنصب بالياء لو مثنى أو جمع مذكر سالم هيبقى مبني على الياء. استاذ باسم، في بعض الطلبه ممكن يسالوا سؤال دلوقتي،
يقولوا استاذ هاني من شويه بيقول لابد ان يكون اسم لا النافيه للجنس وخبرها نكره. هنا اسم لا كريم خبرها جمله فعليه. في مصطلح النحاة ان الفعل نكره، في عرف ومصطلح النحاة ان هنا يا اولاد الفعل هنا يعتبر نكره، مفيش اي مشكله. يعني انا لو قلت لا كريم يضام هي هياها كاني لا اقول لا كريم مكروه. هنا برضو لازم نقول حاجه مهمه، طالما قلنا ان الخبر نكره مش هيبقى الخبر هنا، يعني حتى لو كان الخبر جمله اسميه يعني لا كريم قلبه سيء، هيبقى برضو هنا الخبر بنعتبره نكره، لان الاخبار بيكون بالنكره في الغالب الا اذا كان في بعض الاحيان الاخبار بالمعرفه، وده استثناء تاني عشان ما ندخلش نفسنا في مشاكل النحويين الكتير. وده يعني اللي بقول عليه برضو ان مصطلح النحاة ان الجمله في عرف النكره. في مثال تاني، لا رجال مقصرون. رجال اسم لا مبني على الفتح، ليه مبني؟ لان نوعه مفرد، واحنا لسه قايلين ان المفرد يبنى على ما ينصب به، منصوب بالفتح عشان جمع تكسير، اذا اصبح اسم لا مبني على الفتح. طيب لو مثنى او جمع مذكر سالم بيبنى على الياء، لا مخلصين يتهمان، اسم لا مثنى وجاي مفرد، اذا هو مبني ومبني على الياء في محل نصب. جمع المذكر السالم يبنى ايضا على الياء، لا كاذبين مصدقون، اسم لا مبني على الياء، لمبني لان نوعه مفرد والمفرد يبنى على ما ينصب به. وزي ما احنا شايفين المفرد مقصود بالمفرد ان مش الكلمه مفرده، ان هو ليس مضاف او شبيه بالمضاف. الاسم تحقق فيه الثلاث شروط السابقه، جاي بعديه مباشره الخبر، يبقى اسم لا مفرد. ولو جمع مؤنث سالم هيبقى مبني على الكسر، لا كاذبات محبوبات، لا كاذبات محبوبات، هيبقى اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، والمثال هيتصح هيتصحح. مش مشكلة، هو خطأ كتابي مش أكتر يعني. طب هو احنا هنا ممكن نسأل سؤال مستر شوقي أنت ومستر باسم، يعني هل من الممكن يجي جملة فيها خبر لا النافية للجنس والخبر ده احنا ما نلاقوش في الكلام أصلا؟ اه طبعا. ازاي؟ يجوز حذف خبر لا اذا فهم من الكلام. يعني انا ما اقول لك ايه؟ نحن ناجحون لا شك. يبقى نحن ناجحون لا شك. الخبر هنا محذوف؟ محذوف. وتقديره في ذلك. في ذلك. لا ريب. لا بد. لا مفر. لا مناص. لا مناص، يعني كلمة لا مناص دي؟ ها استاذ باسم؟ لا مناص اي لا مفر ولا محال من ذلك. احيانا ايضا احنا هنا بنقول يجوز حذف خبر لا. يا استاذ هاني ايضا يجوز حذف الاسم. انا لما اقول لسيادتك انت هو لا عليك اقصد لا باس عليك لا حرج عليك، يبقى هنا يجوز حذف الخبر وايضا يجوز حذف الاسم. يجوز حذف الخبر المعلم قدوه لا شك تقديرها في ذلك. انا لو اقول لا عليك اقصد لا باس عليك او لا حرج عليك في ذلك او لا ذنب عليك او لا ذنب عليك. اوكي. طب وفي سؤال تاني برضو، هل من الممكن حروف تخش على لا وانا مش عارف وانا مش عارفها في قلب الكلام في اللغه العربيه مستر باسم؟ طبعا همزه الاستفهام او حتى الفاء بتخش على لا النافيه للجنس. مثال الا املا في النجاه موجود. املا هنا بقى انا عايز اسال كده، ممكن تبقى في الاعراب منصوبه ولا مبنيه؟ اكيد كده هتبقى منصوبه لانها مهونه في تنوين كمان اهو، كمان نوعها علينا اهو. طب ولو هو سالني في نوعها، يعني هو دخل لي في الامتحان وقال اختار هنا اسم لا مبني ولا منصوب، هقول له مبني ولا منصوب؟ هقول له منصوب عشان في تنوين بالعين اهي كمان. وقال لي نوع اسم لا، هيقول لي مفرد ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ اذا نصب كده هنطلع بره المبني، هيبقى عندك اما مضاف او شبيه بالمضاف، يبقى هنا هيبقى ايه؟ شبيه بالمضاف لان جاي بعديه جر ومجرور. فان انتهوا فلا عدوان، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين.
طيب دخلت الفاء يجوز حاجه مفيش مشكله. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. هنا يا استاذ هاني اسم لا هيبقى نوعه ايه؟ هيبقى هنا مفرد. يبقى مبني ولا منصوب؟ هيبقى مبني. يبقى مبني اقصد مبني ولا معرب؟ هيبقى مبني. مبني. يبقى هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. نصب. نخش على الجزء اللي بعده. لا العامله عمل ليس. استاذ باسم بقى قول لنا ايه لا العامله عمل ليس دي؟ دي زي ليس بالظبط. وليس احنا عارفين قبل كده ان هي من اخوات كان، حيث ترفع الاسم وتنصب الخبر. يعني انا لو شفت لف الكلام هنا بالنسبه لي مش هعرف اعرفها على انها لا النافيه للجنس، مش هتنفع لا النافيه للجنس باي حال من الاحوال. طب دي تيجي في الامتحان كتير ولا يعني بتيجي قليل؟ ممكن تيجي. اعتقد احنا في نظام جديد اي حاجه متاحه هي تيجي، لان هو عندنا دراسه معمقه فيها كل حاجه في النحو العربي. لازم عندنا بحث وعندنا كل حاجه، مفيش حاجه اسمها تيجي او ما تجيش. الطالب كل ما عليه ان هو بياخد كل حاجه من الالف الى الياء. طب مستر كل شاو. حاجه تدرس. مستر شاو قول لنا المثال بقى. لا متسابق فائدا بل متسابقان. هنا لا عامله عمل ليس بس ملهاش محل من الاعراب. متسابق اسم لا العامله عمل ليس مرفوع مترفعه الضمه الظاهره، وفائزا خبر لا اللي هي بتعمل عمل ليس، وبل هنا حرف عطف، ومتسابقان معطوف. انا بس هسالكم سؤال هنا بس، معنى كلمه عامله عمل ليس دي معناها انها زي كان واخواتها؟ انت ايه رايك؟ صح، كان واخواتها بتعمل ايه بقى؟ بترفع الاسم وبتنصب الخبر، وهي تنفي الوحده للجنس ويصبح ويصح العطف بعدها. طيب من انواع لا ايضا لان هي اللي هي بتجزم المضارع، اللي هي يا اولاد بتحمل معنى الطلب بالترك او الامتناع، دي اللي احنا يا استاذ هاني درسناها في الترم الاولاني. بتاعت الفعل المضارع المجزوم. اه لما اقول لها تهمل دروسك. دي جازمة. المضارع المجزوم وعلامة جزم السكون. طيب برضه يا اولاد برضه اخذنا حاجات ثانية، اللي هو انا اقصد اللي بتحمل معنى الطلب، يعني ايه بتحمل معنى الطلب؟ يعني تأخذته في البلاغة الأسلوب الطلبي اللي هو استاذ باسم. بمعنى الأمر أو بمعنى الترك والامتناع والنهي. والنهي. طيب. وكذلك من انواع لا النافيه المهمله التي لا تؤثر فيما بعدها اعرابيا. دي برضه بتخش على الفعل المضارع بس لا تؤثر في اعراب الفعل المضارع. يبقى معنى كده يا استاذ هاني ان الطلبه في امتحان ان شاء الله نهايه العام مطالب ان هو يعرف لا النافيه للجنس، مطالب يعرف لا الناهيه اللي بتجزم المضارع، مطالب انه يعرف لا النافيه اللي لا تؤثر اعرابيا، مطالب ان هو يعرف لا العاطفه. ممكن اقول بقى مثال على العاطفه ديت؟ اتفضل. لما اجي اقول ايه؟ احب الصدق لا الكذب. هنا عاطفه. هنا عاطفه. طب والكذب هيبقى؟ معطوف. ماله؟ منصوب على نصب الفتحه. احب الصدق. اللي هنا خلي بالكم لا هنا عاطفه بس لها شرط، لا العاطفه ان اللي بعدها يا استاذ باسم احب الصدق لا الكذب. هنا المعطوف ولا الكذب من شروطه ان يعني يكون مخالف لما؟ قبله. لان انت اخذت حروف العطف في اعدادي ان انا عندي ثلاثه، لكن ولا وبل. اخذت ان لكن حرف عطف بيفيد الاستدراك، ولا بتفيد النفي، وبل بتفيد الاستدراك او الادراك. كل الحاجات دي بفضل الله انتوا درستوها. نخش على اللي بعده كده. احنا بالنسبه لنا لا في جزء يا استاذ هاني برضه احنا بس بناكد على حاجه مع الطلبه. ناخد بالنا ان اسم لا النافيه للجنس يجوز ان يحذف، ويجوز ايضا ان انا احذف الخبر. انا احنا بنأكد عليها مش اكتر. بنأكد على نقطه ثانيه ان هو الشروط بتقول لابد ان يكون اسمها، زي ما مستر هاني قال من شويه ان ممكن الاسم يجي نكره ومعاه الخبر، بس الناس تعتقد خطا ان لابد ان يكون اسم، الاسم اسم والخبر بتاعها اسم. قلنا يجوز ان هو يجي جمله، ممكن يجي شبه جمله، ويجي شبه جمله. ما احنا قلنا من شويه ان الجمله والجمل في مصطلح النحاه تعتبر تحت بند اللي هي النكره. طيب انا دلوقتي لو قلنا مثال برضو لا تكذب، ما نوع لا؟ ناهيه. ناهيه. لا يكذب مثلا الصالح، نافيه للفعل. احب الصلاح لا احب الفساد. هنا بتخش في ناحيه العطف، بس خلينا في ناحيه العطف في الجمله الصغيره اللي هي اسمين ورا بعض، لان هنا احب كذا لا احب كذا، تبقى هنا داخلين في لا النافيه العاديه اللي هي بتدفي فعل. طيب يعني لكن لما كنا بنقول مثلا احب الصدق لا الكذب، اسافر الى القاهره للاسكندريه، يبقى انا هنا حطيت الاسمين قدام مني والجمله مشيت واضحه جدا قدام الناس. احنا كده اتكلمنا النهارده مش على لا بس لوحدها، اتكلمنا على كل انواع خبر لا، وده يعتبر الدرس النهائي
في منهج الصف الثاني الثانوي. أسرة اللغة العربية كلها بتتقدم لكل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتشاركنا بالشكر. طبعا مستر رأفت معانا وهو يعني له دراع كبيرة جدا موجودة معانا، ومستر محمد موجود معانا، ومس هناء رشدي طبعا احنا بنشكر ليها انها بتسمح لينا بوجود منصة تعليمية داخل المدرسة تقدر تتواصل فيها ما بيننا وبين الطلاب. وقريبا ان شاء الله هنوفيكم بحاجة تانية تكون مفيدة لكم جدا ويبقى لها اثر بالنسبة لنا. تجربة، احنا بنقول الدنيا بتعلمنا كل يوم حاجة جديدة، لازم نهتم بوقتنا ونهتم بحياتنا. وشكرا للجميع، مستر شوقي، مستر باسم، مستر رأفت هيقول لكم كده. طبعا اعزائي الطلبة، طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا بنتواصل معاكم، ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وبنشكر كل الناس اللي وفرت لنا كده. مش هذكر اسامي، لكن كل الناس في المدرسه بصراحه هي وفرت لنا ان احنا نحاول ان احنا نتواصل معاكم. احنا يعني اجتهدنا طبعا، وربنا سبحانه وتعالى يسر الحال، واللي جاي باذن الله تعالى افضل. يعني احنا عاملين هنا في قصة اللغه العربيه شغل كويس جدا جدا جدا، بس اتمنى من جميع الطلاب الاعزاء ان هم يدخلوا، ان هم يتفاعلوا مع الدروس. تفاعلوا مع الدروس يعني ان شاء الله باذن الله تعالى كانك موجود معانا في المدرسه بالظبط. احنا لن نبخل بمجهود او غيره، سواء المدرسه او احنا كمدرسين. اتمنى لكم التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى.